سينضم إلي مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد الله النهيدي القيادي في اتحاد الرشاد السلفي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم الأخ منصور وحيا الله المشاهدين عموما أينما كانوا. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. كما استمعت نتحدث اليوم عن توحيد الصف الجمهوري ما بين أطياف وأطراف المنظومة السياسية في بلادنا، كيف تجد المناخ حاليا؟ هل وصلنا إلى مرحلة لابد فيها أن يتوحد جميع اليمنيون أمام هذه الميليشيات الكهنوتية، أم سنظل في نفس الدائرة ونفس الحلقة التي ندور حولها منذ ما يقارب السبع أو يزيد عن السبع سنوات؟ أولا هناك تنبيه قبل أن ندخل في الموضوع، شاكرا لكم جهودكم ومحيا كل الصوت الذي يعلو لتوحيد الجهود وتوحيد الهدف صوب المعركة الكبرى. التنبيه هو أن اتحاد الرشاد هو اتحاد رشاد يمني وليس سلفي، بمعنى أنه أن مكون سياسي يمني سلفي، أيوة، أنه هو لليمن ككل، وأنه أصلا قانون الأحزاب يحظر إقامة حزب على صحيح أي أساس صحيح. جهوي أو طائفي أو مناطقي حتى أو شيء. نعم. ولا يوجد في أدبيات الحزب، ولا يعني ذلك أننا لسنا سلفيين أو أننا نعتق من السلفية، لكننا هنا في كمسمى لا بأس، أيوة كمسمى، ولا يوجد في أدبيات الحزب أي شيء اسمه السلفية طبعا. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني أننا في اتحاد الرشاد اليمني قلتها لهم مرارا وتكرارا عندما كنا نجتمع في حلقات النقاش في تونس وفي غيرها، وكان يحضر كل الأطياف بما فيهم أخوتنا في المجلس الانتقالي، ويحضر أيضا الطرف الآخر حتى مندوبين على الحوثيين وغيرهم، وقل لهم إننا في اتحاد الرشاد اليمني لا تعنينا الخلافات المسبقة لما قبل الانقلاب، فنحن حزب نشأ بعد 2011، فتعنينا ما بعد 2011، فلا يعنينا ما بالتالي ليس لديكم صراعات ماضي كبقية الأحزاب السياسية الأخرى، لا صراعات سياسية ولا صراعات سياسية. نعم. لا على أساس مناطقي أو حزبي، ولا ما قبل 22 مايو، ولا ما بعد ما قبل 67، ولا ما قبل 90، ولا ما قبل 78، ولا ما قبل 94، ولا ما قبل حتى 2011. نحن هذه صفحة طويناها ونقول فيها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما يفعلون. نحن اليوم في صدد وطن يغرق وينهار ويتشتت بفعل انقلاب، فنصوب جهتنا ونحن هدفنا الرئيسي كله في اتحاد الرشاد هو صوب إنهاء الانقلاب، ويدنا ممدودة لكل الأخوة ونلتقي بهم. التقينا بأخوتنا في المجلس الانتقالي هنا في الرياض أكثر من مرة ونلتقي بهم وعلاقتنا بهم وبالجميع ودية. أما بالنسبة للكلام الذي يقوله أخي زميل الأخ منصور، فكل إنسان يستطيع أن يقول من الكلام ما يشاء، أنه فعل وأنه يقاتل وأن له وأن، لكن لا نضحك على أنفسنا، فإننا نسعى أو نسير في إطار أجندات وفي مصالح وأهداف ضيقة جدا لا تخدم المعركة الكبرى. الكلام كثير ولكن الفعل في هذا الجانب قليل جدا. طيب في هذه النقطة تحديدا، يعني الحديث عن الأمنيات، يعني بعيد عن الأمنيات بالأحرى والأحاديث إن صح التعبير الحديث الرغبوية، يعني هل كثير من الأطراف السياسية اليمنية تمتلك مسار وطني خاص بها بعيدا عن أجندة الجهات الداعمة لها إن صح التعبير؟ لا أعتقد، لأنها تملك رصيدا وطنيا، لكن المصلحة بعد ذلك تأتي الحزبية أو الجهوية أو حتى ما يمثله الداعم والمؤيد أو المنشئ يتصرف فينا. يعني مثلا أخوتنا في المجلس الانتقالي لهم كذلك جهود في صوب لملمة أو في نقول في صوب الجهود المبذولة لمحاربة الحوثي، لكنهم يصبون في جهة واحدة التي هي جهة الاتفاق أو الالتقاء على أسس فكرية معينة. يعني مثلا هم الآن يشكرون على قبولهم مثلا العميد طارق ولواء طارق ولاحتضانه ولوجود معسكرات أيضا تدريب تبع
حراس الجمهورية في عدن وتنقلهم من عدن إلى ذي ودعمهم له وترحيبهم كذلك، هذه خطوة يجب أن نشكرهم عليها يعني، لكنها لا نقبل الخطوة الأخرى التي تأتي في إطار منظومة فكرية أخرى. الإشكالية أن الوطن اليوم يجزأ فكريا، يجزأ سياسيا، فلو أن يعني قبلنا بالوطن أو بأي جهد وطني على أساس الوطن لقبلنا بالجميع، وهذه هي الإشكالية. يعني أنه قد يقال مثلا ارضى عن هذا ولا تقبل هذا، وأنت تتعامل مع هذا لكن هذا لا تتعامل معه، قد يكون وطنية الذي الذي لا أتعامل معه أعلى وأرفع. وطبيعة اليمنيين أنهم ينسون الثارات وينسون الإحن كما قال الأول أو الحطيئة، إذا لا أظن البحتري يقول إذا ما التكت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها. يعني الذي حصل أن مثلا الحرس الجمهوري كان هو الذي دخل إلى عدن في هذه الجزئية، في هذه الجزئية تحديدا، وأنت كما تحدث أيوة أنه دخل لعدن. طيب لماذا تناسينا ثارنا مع الحرس الجمهوري وهناك ثار أسبق منه حق 94 ما زلنا نتذكره؟ يا أخي نترفع عن الجميع اليوم. أنا لا أقول أن الإنسان يخرج من إطار فطرته وبشريته، أنا وطني أفضله على بلد غيري، وبلدتي ومحافظتي قد أفضلها على محافظة أخرى، وانتماء السياسي عندي مقدم كذلك على انتماء سياسي آخر. لكن هناك من القضايا ما يمكن أن ترحل، أنا لا أقول نلغي لكن نرحل، نرحل إلى ما بعد الانقلاب. تعالوا يعني، وترى الجميع في هذه الدائرة الضيقة يعني. نعم. كلام الأخ منصور، كلام الأخ منصور أيضا حقيقي، أن هناك تركت جبهات في مأرب ونهم وكذا، وجينا إلى فتح جبهات أخرى أيضا في أبين وغيرها. طيب بالعودة إلى مأرب، الآن مأرب تخوض معركة وطنية كبيرة وأصبحت السد الأخير والمنيع للجمهورية، هل تدرك جميع القوى على الميدان أن مأرب هي حصن لجميع هذه القوى تحديدا؟ لو ألا ترى أن هناك جزئيا يفهم ضمنيا أن هناك لو نحن شماتة أو رغبة ضمنية أن تسقط مأرب بالأحرى؟ لو أن مدركون هذا، لو أن مدركون هذا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لما خرجنا من صنعاء أصلا. لو أن مدركون هذا لما خرجنا إلى صنعاء، لكن للأسف أن الذي يجري في 2004، أن الذي جرى في 2014 وقبلها يجري اليوم وتحت أقنعة، وكل يرفع عقيرته بكلام فيه نوع من دغدغة المشاعر. لكن يعني مثلا نحن في البيضاء قد قمنا بجهد وقاتلنا قبل أن يقاتل أحد، ومن قبل 2015 ومن قبل عاصفة الحزب، والبيضاء أول من فجرت طريق المقاومة، ثم منع منا الطريق والعتاد وحتى الجرحى لم نستطع أن نسعفهم من بعض إخوتنا الذين يدعون اليوم إلى المشاركة وإلى الاتحاد. هذا قبل شهرين، وسقطت جبهة الحميكان، وكل كله يدري أن الدعم قد جاء من طارق ومن حراس الجمهورية، وأنه منع من دخوله من بعض الجهات. لست الآن بصدد أني أذكر كل إنسان أنت فعلت وذاك فعل، أننا بصدد أن والكل يدرك كما قال الزميل منصور، الكل يدرك ولا يحتاج إلى كلام ولا إلى تنبيه أن المعركة الكبرى هي مع الكهنوت الأكبر. لكن صدقني أن هناك أجندات، وأن هناك ما زالت الأنا أو الأنانية الضيقة هي التي تسيطر علينا. أختم معك بهذا السؤال، يعني تحدثنا كثيرا في هذه الحلقة والكثير من اليمنيين يتحدثون عن توحيد الصف الجمهوري، ما هو الحل؟ ما هو الحل في إطار مثلا نخبة سياسية وكهول وحرس قديم في الأحزاب امتلأوا بصراعات الماضي؟ ما هو الحل لتوحيد إذا كانت القواعد قد تكون يعني متوحدة ضمنيا ولها رغبة في توحيد الصف الجمهوري؟ ما هو الحل لتوحد اليمنيين جميعا؟ صدقني والله أن فيه نوع من الصعوبة، يعني الذي جرى كفيل بأن يوحد أكبر فرقاء أديان وليس فرقاء سياسة ولا أفكار ولا مذاهب، لكن للأسف إلى الآن ما زال الحوثي يضحك علينا كلنا وينسق مع فلان، وهو تكرار لما كان يقوم به أجداده الإماميين في تفرقة اليمنيين ليخلو له. بل إنه يكرر تجربة قبل 5 سنوات، وما زلنا نكرر معه نفس هذه التجربة. الحوثي قبل 3 أيام
ينشر محمد الشرفي في صفحته أنهم يدعون السلفيين إلى الانضواء تحت الحوثية وأنهم يرجعون وأنهم يكونوا من العائدين، والبارحة يرسل عليهم صاروخ ويمزق الأجساد والمصاحف وتختلط يختلط الدم مع القرآن الكريم مع الأشلاء ويفعل في كل مكان يعني. ونحن والله ما أدري ماذا أقول لك، لكن ليس لها من دون الله كاشفة. نتمنى بإذن الله أن تتوحد جميع القوى السياسية وتصل إلى قناعة أنه لا حل الخلاص من هذه الميليشيات إلا بتوحد جميعا في مربع وطني واحد. الأستاذ عبد الله النهيدي القيادي في اتحاد الرشاد، شكرا جزيلا لك.